حياة كريمة، المبادرة اللي هتغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ل 58 مليون مواطن، 60% من الشعب المصري. دلوقتي نروح مع حضراتكم لمحافظة الفيوم. كان في الحقيقة قرية جردو كانت بتعاني بافتقادها الكثير من الخدمات. هنروح نشوف مشروع مجمع كبير للخدمات بيوفر طبعا الخدمات الحكومية لحوالي 55 ألف مواطن. هنروح نشوف أحمد عبد الصمد كان في جولة هناك وتابع ردود أفعال الناس هناك على مجمع الخدمات، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بناء وتطوير وتعمير في كل شبر في مصر لخدمة أهالينا في الريف المصري. زي ما حضراتكم شايفين الصورة من ورانا بتقول إن أعمال البناء أو أعمال النجارة تحديداً شغالة في المجمع الخدمي. المجمع الخدمي ده هو واحد من النماذج اللي بتقدمها مبادرة حياة كريمة لأهلنا في الريف المصري، وتحديداً في محافظة الفيوم، اللي هنتعرف على الخدمات اللي بيقدمها ومساحته وتفاصيل المجمع بشكل عام من المهندس رجب علي. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الله يا فندم، شرف ليا اكون متواجد معاكم النهارده، وان شاء الله يعني يبقى في توفيق ان شاء الله في المشروع، ربنا يسهل. باشمهندس، يعني المجمع الخدمي ده هو نموذج من ضمن 20 نموذج بينفذ في محافظه الفيوم، او تحديدا في قريتين اللي يعني من نصيبهم التطوير في مبادره حياه كريمه، قريه او مركز يوسف الصديق ومركز اطسا. احنا هنا موجودين في مركز اطسا في قريه جردون. تمام. صح؟ عاوز اعرف المجمع ده بدايه كده بيخدم كم مواطن مصري موجودين في محافظه الفيوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده المجمع ده مجمع خدمي، تمام، بيخدم حوالي 55 ألف مواطن، تمام، ودول متمثلين في قرية جردو، قرية تعتنة المزرعة، قرية إهريف، تمام، ثلاث قرى فقط، ثلاث قرى بالظبط بالعزب اللي حواليه. نعم. تمام، بيتعدوا 55 ألف مواطن. 55 ألف مواطن. بالظبط. قبل ما نتعرف على الخدمات، عرفني المساحة الكلية يعني النموذج ده يبقى شكله ايه، لان تحديدا كان في توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون في كل قرية وفي كل مركز نموذج من المجمعات الخدمية اللي موجود شبيه ليها في العاصمة الإدارية الجديدة. تمام. المجمع هنا طبعا هيبقى عبارة عن دورين، دور أرضي واثنين دور متكرر، تمام، هيضم خدمات كتيرة جدا، مكتب بريد، مكتب تموين، شهر عقاري، سجل مدني، تمام، وحاجات تانية أكتر من كده. تمام. المجمع هنا طبعا النموذج بتاعه نموذج كويس جدا، طالع يعني نموذج حديث، تمام، كتشطيبه كشكل واجهة وكتشطيب بشكل عام. يعني الخدمات بقى، كلمنا على الخدمات، يعني احنا قلنا شكل العام للمجمع بشكل عام عامل ازاي، دورين وارضي، الخدمات اللي هيتمتع بيها المواطن او اللي هيستفيد بيها المواطن، أفضل اللي بالطبيعه هترفع المشقه من على كهله بدل ما يروح المركز او المدينه. افضل ما يستفيد بيه المواطن هو شهر العقاري والسجل المدني. كان دايما اي حد هنا في القرى عشان يطلع مثلا شهاده ميلاد او اي حاجه لازم يروح مركز اقصى او محافظه الفيوم عشان يطلعها. كده الموضوع قريب جدا منه، هيخف الضغط شويه عن المراكز اصلا، تمام، كاعداد يعني ناس متقدمه وكده، فالموضوع ده طبعا هيبقى كويس جدا وهيفيد الناس بشكل كبير جدا يعني ان شاء الله. ده غير كمان المنطقه نفسها بقت منطقه كويسه، يعني المنطقه نفسها هيبقى فيه اهتمام. اتكلمنا عن خدمتين، اتكلمنا عن خدمتين اتنين، سجل مدني وشهر عقاري. بالظبط. بس لسه في تفاصيل موجوده، يعني في مكتب بريد، في مكتب بريد، وفي مكتب تموين، ده مجلس محلي كمان، تمام، في مكتب مركز مجلس محلي، تمام، اللي هو المحليه، بحث المحلية، المجلس المحلي هو الإدارة المحلية اللي قايمة بأعمال الثلاث قرى الإسكان والكلام ده كله. يعني إطار حياة كريمة مستمر والعمل في كل القطاعات على قدم وساق لتنفيذ مطالب الناس ويعني حل كل مشاكلهم اللي استنوا عليها سنين كتير. خلينا نروح نشوف واحدة من هذه المشاكل، كانت طبعا الترع، ودي كانت بتسبب مشاكل كبيرة لكل أهالي القرى في كل ربوع مصر، وعلشان كده جه المشروع القومي لتبطين الترع. كنا بنشوف حيوانات نافقة داخل هذه الترع، وده طبعا كان بيأثر على جودة المياه وأيضا كان بيسبب لهدر كبير للمياه. خلينا نشوف أهالي قرية أم القصور في أسيوط رأيهم إيه بعد ما حصل عندهم تبطين الترع. حاليا مبادره حياه كريمه شملت قريه ام القصور، وكان التركيز على الترع وتبطين الترع.
حطينا الترع لتقليل فقد المياه. المياه طبعا يعني كان شكل الترع الشكل القديم بتاعها، والمياه كانت بتتسرب، ما كناش بنستفاد بالقدر الموجود فيها. لما بدأ تبطين الترع، بدأت منظر الجمالي بتاع الترع، تقليل انتشار الأوباء والريحة اللي كانت بتبقى طالعة مع الحشائش والحيوانات اللي كانت بترمي في الترع، فشكل الترع بعد التبطين اختلف عن الأول. شكل الترع بعد التبطين أفضل بكتير من الأول، لأن احنا بدأنا نوفر شوية من هدر المياه اللي كانت موجودة، والمنظر الترع أصلا بعد ما كانت في يعني إلقاء مخلفات وبعد كده في حيوانات كانت بتترمي، بدأ الدنيا تلوث يقل شوية، بدأنا نستفاد شوية من منظر الترع، والمساحات بدأت تزيد شوية في كطريق يعني الناس تستخدمها أفضل. فدي من ضمن المبادرات اللي كانت مصر حياة كريمة بدأت تركز عليها، وحاولنا نستفاد بقدر الإمكان من مشروع تبطين الترع ده، إن احنا بنستغل الأماكن والمساحات بقت أفضل، والتنظيف حوالين الترع بقى أفضل شوية. احنا بدأنا عموما يعني عندنا قرية نزه قرار بدأ تبطين الترع فيها حوالي مثلا 500 متر ترع بدأ وهم حاليا دلوقتي مستمرين في الموضوع، بس كده كبداية عندنا قرية بن عاديات بدأ تبطين الترع في الطريق الرئيسي ليها بين قرية قنبوها وقرية بن عادي، حوالي نقدر نقول حوالي 700-800 متر تبطين ترع بدأت شغالين فيها، حاليا مستمرين في ترع التصافي دي بدأت تتبطن فيها حوالي مثلا 300 كيلو متر بادئين ومستمرين حاليا. فيعني المشروع مستمر ماشي، والناس شغاله هنا زي ما انت حضرتك شايف، فيعني الدنيا بدأ كويس وربنا يكمل باذن الله. زي ما حضرتك شفتوا يعني مظهر جمالي للميه نظيفه، وفي نفس الوقت الميه بتوصل لاخر القرى، كل المزارعين بيقدروا يسقوا ارضهم في اي وقت، مفيش مشاكل اللي كانت بتحصل قبل كده هدير بين الناس، يقولوا لا ده انا هسقي الاول، يقولوا لا ده انا على مواعيد ان هم يسقوا ارضهم. كانوا بيختلفوا طبعا عشان المايه كانت قليله في الترع، لكن بعد تبطين الترع زي ما حضراتكم شفتوا الاختلافات دي راحت خلاص، لانه اي حد دلوقتي بيحب يسقي ارضه في اي وقت. ويمكن احنا في طريقنا في اسوان بين القرى شفنا الفرق بين صحيح. طريقه التبطين القديمه وطريقه التبطين الجديده، والترع اللي تم تبطينها بالفعل والترع اللي لسه ما تمش تبطينها بالفعل، الشكل على ارض الواقع مختلف ومفرح الحقيقه. طيب نرجع تاني للفيوم، والحقيقه ان حياه كريمه بتركز على مركزين في محافظه الفيوم، وهم اطس ويوسف الصديق، وبيتم فيهم اعاده تاهيل عدد كبير من المدارس، تقريبا حوالي 46 مدرسه. تعالوا نروح نشوف ايه اللي حصل في المشروعات التعليميه وراي الطلاب كمان في هذه المدارس اللي تم تجديدها، مع احمد عبد الصمد اللي كمان ليه لقاء مع المهندس عبد الستار الحرفه مدير مشروع حياه كريمه بالمحافظه. في الحقيقة أهم وأغلى الثروات اللي بتمتلكها الدولة المصرية هو العنصر البشري، عشان كده كان لابد من الاستثمار في الإنسان بشكل يضمن رفع كفاءة معيشته وتنميته. تنمية الإنسان هنا في حياة كريمة بترتكز على عدد من الركائز الأساسية ليها، اللي من أهمها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. لو هنتكلم على الصحة والتعليم، فالتعليم هنا موجود في محافظة الفيوم بشكل كبير جدا من المشروعات اللي بتنفذ على الأرض، ما بين استحداث مدارس جديدة أو رفع كفاءة مدارس موجودة بالفعل، وهو ده اللي هنتابعه في جولتنا الحالية. باشمهندس عبد الستار الحرفة مدير مشروع حياة كريمة بمحافظة الفيوم، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا بسعادتك واهلا بالتلفزيون والسادة المشاهدين. عاوزين نعرف من حضرتك، بنتكلم هنا يعني التعليم هو ركيزة من الركائز الأساسية اللي بتعتمد عليها المشروع القومي لحياة كريمة، عاوزين نعرف عدد المدارس هنا اللي سواء كان بيتم استحداثها أو رفع كفائتها. طبقا لتوقيعات السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، كان الهيئة للبنية التعليمية الدور السباق في أخذ أكبر عدد ممكن من المدارس في المراكز المتاح ليها حياة كريمة، وهي المناطق المحرومة والمناطق اللي فيها كثافات مرتفعة، بمركز إطسة ومركز يوسف الصديق. فأعد مدير المنطقة بالفيوم خطة محكمة لتطوير هذه المدارس. كان نصيب مركز إطسة من مدارس حياة كريمة 46 مدرسة، منهم 5 مدارس بالفعل تم الآن الانتهاء منهم، و
وتسليمهم للإدارة التعليمية، من ضمنهم هذه المدرسة اللي احنا بنسجل على أرضها. يوسف الصديق كان فيه 14 مدرسة، تم بالفعل إنتاء 5 مدارس منهم تحت التسليم و9 جاري العمل. نعم، طب عاوز أعرف من حضرتك المدارس اللي تم استحداثها أو تم إنشائها، المدارس اللي ما كانتش موجودة وبقت موجودة، دي عددها قد إيه؟ الأرض الجديدة في المناطق المحرومة في مركز إقصى فيه 3 مدارس، مدرسة عبد ربه ومدرسة البابور ومدرسة زنكت. نعم، ويوسف الصديق؟ يوسف الصديق في مدرسة كحت بحري لغات. طيب، الاستحداث بقى أو رفع الكفاءة، يمكن النموذج اللي احنا موجودين فيه ده بيشمل الاثنين، ما بين استحداث جناح جديد اللي هو في ظهرنا وما بين رفع الكفاءة. طيب، إيه اللي بيحصل؟ بالنسبة للعمل في بقية المدارس كلها بالكامل كان الغرض منه إضافة خدمة تعليمية جديدة ورفع كفاءة المدرسة القائمة وتنظيم السلم التعليمي في المدرسة. الخدمة اللي احنا بنضيفها كمرحلة تعليمية قد لا تكون موجودة في السابق خدمة تعليم كي جي 1 رياض الأطفال. احنا هنا ضفنا رياض الأطفال. المدرسة الحالية قبل الإنشاء كانت 20 فصل، احنا ضفنا عليها توسع 13 فصل. طيب، يهمنا اعرف حاجه تانية مهمه، هل التطوير اللي بيحصل اللي حضرتك بتقول عليه هو تطوير ابنيه فقط ولا تطوير في المنظومه التعليميه من وايت بورد مثلا بدل السبوره والطباشير اللي احنا كنا متعودين عليه؟ يعني دي توجيهات هيئه الابنيه التعليميه ان يكون تشطيب المدارس ديت والخدمه المؤداه فيها على اعلى مستوى، فبنضيف مش بس السبورات، سبورات وايت بورد، بنضيف معامل علوم، بنضيف معامل حاسب آلي، بنضيف صالات متعددة الأغراض، بنضيف مجالات، بنضيف ملاعب، بنضيف مناطق خضراء، فبنضيف مش بس فكرة مواكبة التعليم التكنولوجي اللي احنا داخلين عليه والتعليم اللي بيتماشى مع الإنترنت اللي احنا يعني الاستراتيجية اللي بتطبقها الوزارة. برضو كان الواي فاي موجودة هنا، يعني في معامل كمبيوتر عديدة جدا، في معامل حاسب آلي، في معامل علوم، في صالات متعددة الأغراض. نعم، كل الخدمات التعليمية المتاحة في أقوى التعليم في العالم احنا بنطبقها معنا في حياة كريمة. عاوز اعرف بس الاول، انتوا كلكم كده في سنه كام؟ اولى ثانوي. اولى ثانوي. اولى ثانوي. اولى ثانوي، يعني انتوا اصحاب؟ ايوه. طيب، انت الاول اسمك ايه؟ اسمي محمود عبد العليم بكري. محمود، عاوز اعرف منك، انت شفت دلوقتي تطوير المدارس؟ انت واحد في اولى ثانوي، يعني عديت على يعني كذا مرحله تعليميه ابتدائي واعدادي لحد ما وصلت لثانوي، ايه الجديد بقى في المدرسه اللي عملته مبادره حياه كريم؟ الجديد ان التخت اتبدلت للافضل وبقت في مكان واسع ان الطلبه يقعدوا فيه، بدل ما كنا في الاول بنزلنا على بعضينا دلوقتي بنلاقي مكان واسع نقعد فيه، والتخت كمان بقت اجدد من الاول. زمان الاول في الواحد لما كنا في المدرسه دي ما كناش بنلاقي تخت نقعد عليها، كنا بنسلف في المسوق في الفصول. يعني فكره الكثافه جوه الفصول، انت شايف الكثافه؟ قلت. مبسوطين في محافظه الفيوم باللي بيحصل في الارض؟ مبسوطين مبسوطين، بس نفسنا يبقى تتطور اكبر. زيك، اسمك ايه؟ فاطمه. وانت؟ حازم. حازم، في سنه كام يا حازم؟ انا في 5. في 5. انت بتروح المدرسه صح؟ صح. طيب، شفت المدرسه بقى بعد ما اتطورت وبعد ما مشروع حياه كريمه دخل ونظفها وخلى شكلها مختلف؟ هي جميله دلوقتي، هي حالا جميله. زمان برضو ما كناش بنعرف نقعد على التخت، ما كانش فيه تخت كتير، دلوقتي هو برضو زود لنا التخت بقى خلاها جميله، اتطورت بقى جميله. وحالا دلوقتي تحيا مصر. تحيا الرئيس. تحيا مصر، طول ما فيها شباب يعني واعد زيكم كده. وانت بقى يا فاطمه في سنه كام؟ تانية. طيب فاطمه، بتروحي المدرسه، شفتي المدرسه بقت عامله ازاي دلوقتي؟ دخلتيها بعد ما اتطورت وبقى شكلها حلو؟ ايه رايك فيها؟ جميله. عاوزه تقولي ايه للناس اللي عملت كده؟ شكرا. ان الناس تحس بالتغيير في النهايه، هو ده المطلوب. زي ما حضرتك شفتوا، الناس حاسه ان كان الوضع حاجه ودلوقتي بقى حاجه تانية، خاصه بالمدارس. وزي ما شفنا احمد عمل لقاءات مع الطلبه،
اتكلموا عن المدارس قبل كده كانت عامله ازاي، اتكلموا عن الكثافه في الفصول كانت عامله ازاي، والوضع دلوقتي بقى عامل ازاي بعد تطوير المدارس. من خلال جولاتنا كمان في صباح الخير يا مصر في محافظات مختلفه كان في مدارس كتيره ملهاش سور، وكان في مدارس كتيره فيها فصول خارج السور، يعني الفصل اتعمل كده في الشارع يا هدير بدون اي سور بسبب الكثافه. بسبب الكثافه. لكن دلوقتي لما دخلت حياه كريمه وكان معانا اكتر من تقرير في وادي الصعايده، لا انشأوا مبنى ملحق للمدرسه داخل السور، وده المهم. مدارس كتيره ما كانش لها سور بقى ليها سور، ومدارس اقرب من يعني من الناس كانت بتطلع بره القريه عشان تروح قريه تانية بعيده 5 كيلو عشان تروح المدرسه. الموضوع مختلف، وده اللي يفرق الحقيقه، انه مشروع حياه كريمه ترجم احتياجات الناس لمشاريع. فكره اني اشوف الناس محتاجه ايه، اهل القريه اللي انا شغال فيها محتاجين ايه، ايه هي اهم احتياجاتهم واشتغل عليها. مشروع حياه كريمه ببساطه يعني بيعيد صياغه وتوزيع الخريطه في مصر، والحقيقه ان ده بيحصل في كل القرى يعني طريقه سواء اقتصاديا او اجتماعيا او حتى ثقافيا ومجتمعيا، التوزيع العادل يعني كل الحقوق، لأنه الناس دي تستحق والناس دي استحملت كتير وشافت سنوات عديدة من الإهمال. دلوقتي يعني ده أقل حق ليهم أنهم يعيشوا حياة كريمة. وطول ما فيها دير مشروعات في هذه المحافظات مش هيكون فيه هجرة إلى محافظات أخرى، لكن لما يبقى عندي المشروع فيبقى فيه فرص عمل، فالمدارس هتبقى موجودة عندي، فكل الخدمات بقت متوفرة، فده مش هيخلي فيه هجرة من المحافظة دي إلى محافظات أخرى، وده هيخلي الناس زي ما كنا برضو أو كنت بتقولي يا هدير إن المسافات للمدارس مثلا على سبيل المثال كانت بتبقى من قرية لقرية تانية أو مسافة كيلومترات عشان يروح للمدرسة، وده طبعا كان بيبقى حائل للناس. بعض الناس كانت بتعزف على إن هي تودي أولادها للمدارس بسبب بعد المسافة، دلوقتي المدارس بقت جنبهم ومدارس متنوعة كمان بمراحل مختلفة، ابتدائي إعدادي ثانوي تعليم فني تعليم تكنولوجي، فبقت متوفرة كمان. ردود فعل الأطفال كمان عن مدرستهم وإنه يبقى رايح المدرسة نفسه مفتوح إنه يروح مدرسته، وإنه زي ما كنا بنشوف من خلال التقرير بيقول لك كنا بنروح الأول مزنوقين في بعض والفصل ضيق ومش عارفين نقعد على التختة، دلوقتي الوضع بقى أحسن. فهو ده المهم، هو ده النتيجة الحقيقية، إنه هم يكونوا راضيين عن اللي بيحصل داخل قريتهم وتكون عندهم يعني طاقة كده إيجابية ويكون عندهم أمل في بكرة، يكونوا شايفين إنه يمكن هو طفل في السن ده لا يعي يعني إيه حياة كريمة ولا يعي ما تقوم به الدولة المصرية، لكنه اللي فارق معاه في الآخر إنه حد بيهتم بيه وبيهتم بكل تفاصيله اللي بالنسبة له هي أهم حاجة في الدنيا.